يا اهلا ومرحبا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي رحله. رحله اليوم راح تكون غير، هي ترفيهيه وتعليميه في مركز عبد الله سالم الثقافي. هذا المكان والصرح الجميل يعتبر احد اكبر مناطق العرض المتحفي في الوطن العربي وايضا في العالم. افتتح في عهد سمو امير دوله الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في 5 فبراير في عام 2018. تعالوا معنا خلونا ناخذكم جوله في هذا المركز ونتعرف على المتاحف الموجوده فيه، خلكم معنا. متابعينا جولتنا في مركز عبد الله السالم الثقافي، راح يكون معاي القايد والمرشد علي العيسى، راح يرافقني في جولتنا في هذا المركز، وراح نبتدي في قاعة أو متحف اللي هو الحياة الصحية، العلوم والتكنولوجيا بالتحديد جسم الإنسان. يعطيك العافية أخوي علي. الله يعافيكم ويسلمكم حياكم الله. طبعا احنا في متحف العلوم والتكنولوجيا حاليا وبالتحديد قسم جسم الإنسان. اوكي، الحين راح ناخذ جولة مع متابعينا، راح ترافقني طبعا انت راح تكون المرشد في هذا المتحف. ابي اعرف هذا المتحف شنو يحتوي عليه من ما شاء الله. طبعا انا قاعد اشوف شغلات وايد حلوه، فخلنا نوري المشاهدين هذا المتحف شنو يحتوي عليه. حياكم الله. جاهز؟ واذا جاهزين توكل على الله. يلا توكلنا. حياكم. اخوي علي عيسى، الحين احنا متواجدين في هذا المكان، اشرح لنا هذا المكان شنو بالضبط؟ احنا حاليا باول منطقه اللي هي منطقه الحماء. طبعا قبل أن نسوي اي رياضه يفضل نحمي جسمنا على اساس لا يصير عندنا اي اصابات، اللي هي التسخين باللهجه الكويتيه عادي. حلو. جهاز راح تشغله ويطلع لك بعض الحركات تقلدها، راح تكون جاهز ان شاء الله بعدها حق تكمله الرحله. وفي يعني يعطيك الارشادات من خلال الشاشه عدل؟ طبعا راح تكون كل الارشادات موجوده بالشاشه وراح يسجل حتى ايش كثر سويت احماء. راح نجرب الحين نسخن. حياك الله. وشي نجرب حط الكرت بس. يعني وايد دقيق، مركز على اهم شيء اللي هو طبعا التسخين بالنسبه حق الحياه الصحيه، ايضا اللي هو طبعا جسم الانسان. حلو الكلام. فبلشنا الحين، احنا الحين بلشنا نسخن صح؟ تسخين احماء. جسمك جاهز الحين؟ جسمي جاهز الحين. نقدر ننتقل شنو الخطوه الثانيه الحين؟ انا قاعد اطالع هنا في مثل مضمار جري مصغر. احسنت. فهذا شنو بالضبط؟ شرحنا عنه. مثل ما قلت هذا مضمار جري مصغر. حلو. المسافه 15 متر راح تكون. نعم. هني بالرقم الموجود يوسن بولت هو اسرع لاعب بالعالم حاليا. عدال عالمي. عدال عالمي اللي هو الجامايكي. بهذه المسافه قطعها ب 2.3. 15 متر قطعها 2.3 من 2.5. ثانيتين ونص قطعها يوسن بولت. اي. فالحين انت دامك سخنت وجاهز تقدر تجرب ونشوف كم نسبتك. بجرب والله، بس ما ادري مشاهدينا وما ادري اخوي علي هقى اني اقدر اكسر هالرقم ولا لا. 200 ونص. نتامل نتامل ونشوف يعني. يلا نجرب.
تعالوا معنا احنا التحدي هذا خلينا نجرب. حياكم. اخوي علي الحين هذا الممر 15 متر صح؟ 15 متر ومع التوقيت الحين بلش جاء بلش يلا مع الاخضر صفاره روح اخوي خالد بشر شلون الرقم؟ اخوي علي يعطيك العافيه اربع ثواني شيء يعني لا بس راضي راضي بس بالنتيجه ان شاء الله المرات الجايه تشد حالك اكثر الحين ننتقل الى شنو الكباين هذه؟ اي نعم هنا عندنا كباين كل كبين يشرح لعبه معينه. نعم. اول لعبه نتكلم عنها هي كره القدم ويتكلم عنها بدر المطوع. نعم. كل كبينه لها بطل معين. حلو. تسوي بعض التمارين وتشوف اذا انت لك علاقه بالكره او لا يبين بعض التمارين. يبين ها؟ اي نعم. تمام والهذه شنو؟ الجهاز الثاني حق التجديف. يعلمك شلون تبي لعبه التجديف مالت البحر. هم لها علاقه بالتجديف والتمارين الرياضيه اللي لها علاقه بالتجديف. حلو حلو. واللي بعدها؟ اللي بعدها اللي هي التزلج على الجليد هواية يحبونها الناس على جهاز يعني أوكي عرفت عرفت الجهاز على الجهاز مال الرياضة بس في نفس حركة اللي نستخدمها مال الجليد يعطيك نفس الشعور نفس الشعور أي. ويشرح لك البشار اللي هنا جديد بطل الكويتي لعبة التزلج يشرح لك هم عن التزلج تمام آخر كابينة اللي هي الهيلهوب تشرحها دلال مهنة بعد بطل الكويتية نعم. لها علاقة هم رياضة بحركة الجسم ومرونة الجسم. حلو تمام. خلينا ننتقل الحين حق ما شاء الله قاعد أشوف وايد كباين عندك يعني المتحف يضم شغلات تعليمية وترفيهية بنفس الوقت. بالضبط. عدل؟ بالضبط عدل كلامك. نعم. طبعا مكملين جولتنا في المتحف واحنا الحين عند لعبه كره السله عدل كلام شكلها حلو وملموم وفيها سناصر قاعد طالع اللعبه هذه تبلش او تبتدي من فئه العمريه كم تقريبا من اي سنه تمام هي اللعبه حق الجميع بس يفضل يكون عمرك فوق الخمس سنين اساس يقدر على الاقل توصل الكره للكوينه يلا خلينا نشوف التحدي من يكون ما عندي مشكله فعلك يلا بلش روح يا ظاهرة 1-0 يلا نكمل حياك والله أخي علي اللعبة هذه فيها سرعة بديهة عدل وسرعة ردة الفعل بالضبط فاشرح لنا هذه اللعبة تعتمد على شنو تمام هذه اللعبة تعتمد على عقلك وسرعة عضلاتك تمام إذا العقل ورسالة العضلات مع بعض متعاونين راح تجيب شيء رقم سريع جدا حلو ويحتاجها اللعبة طبعا لياقة ومرونة شوية بعد واللي يستخدمونه اللي هم لاعبين كرة السلة حراس كرة المرمى يحتاجون يكونون سرعة مراوغة مراوغة اي نعم رايك اجربها شوف بسم الله يلا نجرب بسم الله فيها تايم ها؟ فيها تايم اللي شب اخضر اسرع ما تقدر موجود وين؟ خلص التايم ما شاء الله 12 ثانية بوينت 6 اوكي زين يعني رغم ولا مو زين؟ تبي صراحة 8 ناس قاعد تجيب والله اوكي انا راضي بالنتيجة يلا خلينا نكمل جولتنا الحين علي المنطقة هذه المتحف وايد مهمة ومفيدة اللي هي منطقة الطعام والشراب لأن في نماذج حاطينها اشرح لنا عن المنطقة هذه تمام هني هاي منطقة الطعام والشراب نعم. وهني عندنا قوائم كل قائمة تتحدث عن أكل معين هني تحكي عن الكربوهيدرات وإنه معروف الكربوهيدرات اللي هي وقود للجسم هذه القائمة توريك أنواع الطعام اللي لها علاقة بالكربوهيدرات والكمية اللي يحتاجها طبعا بالشاشات راح يبين كل إنسان شنو الكمية اللي يحتاجها نعم. هني تحكي عن الدهون طبعا كلمة دهون تخرج الناس مرات إن الدهون مو زينة ولكن كل جسم يحتاج بعض الدهون
فتحتاج الكميه المناسبه لك من الدهون، وهذه نماذج عن الدهون الموجوده بالاكل. لا تكثرون ولا تزيدون حسب الحاجه. حسب الحاجه. هني تحكي عن البروتينات. البروتينات طبعا مهمه حق تكفين الجلد والعظام. تبي عظامك قويه وجلدك سليم، تاكل شويه من البروتينات. طبعا كل اكل طبيعي، يعني ما في نماذج كلها طبيعيه. عدل الكلام. اي نعم. هني تحكي عن الفيتامينات والمعادن، مهمه جدا حق نمو الطفل. خضره من الصغر حاولوا توكلون عيالكم بقوليات وفيتامينات. صحيح. اي نعم. فعلا المنطقه هذه وايد مهمه، لان في وايد ناس الحين قاعد تتبع نظام اللايف ستايل والحياه الصحيه والاكل الصحي. صحيح. كفيتوا ووفيتوا. عزيز خلينا ننتقل الحين حق جزء ثاني في المتحف. حياكم الله. أخوي علي، الحين المنطقة اللي احنا فيها هذه ورانا أو خلفنا نموذج للجهاز الهضمي لجسم الإنسان، شلون الأكل يمر في جسمنا. اشرح لنا عن المنطقة هذه أكثر، لأن أشوفها تختلف عن المنطقة اللي قبل كنا فيها. عدل كلامك. صارت علمية أكثر هذه شوي. صحيح، احنا كنا في منطقة حياة صحية. الحين انتقلنا لمنطقة جسم الإنسان. ورانا الجهاز الهضمي راح يشرح لك كل المراحل راح يمر فيها الأكل بالجسم. شلون ينهضم. شلون ينهضم وكله إلى آخره. نعم. في معلومة حلوة عن المريء طبعاً، إن لما تأكل أكل المريء يوصل الأكل للمعدة مهما كان وضعك، حتى لو أنت على الجنب أو حتى لو من قلب. هاي معلومة أول مرة أسمعها، وسبحان الله صدق، يعني معلومة وايد مفيدة، ويعطيك العافية. الله يعافيك إن شاء الله. أخوي علي، بعد الجهاز الهضمي ننتقل الحين حق الهيكل العظمي. واللي ورانا أنتم بعد مسجلين هني مثل ورقة وحاطين بطاقة كاتبين عليه عظام إنسان حقيقية. هذه الصج؟ عدل، عظام، هذه عظام حقيقية. حتى البيبي اللي تحت؟ حتى البيبي الصغير عظام حقيقية. نعم، شرح لنا عن الهيكل العظمي هذا، وشرح يعني يكون شوية علمي. تمام. بالبداية الهيكل العظمي من ركائن الجسم، من غير الجسم راح يطيح. يعني ينولد الإنسان ومعه 306 عظمة، عقب ما يكبر يقلون العظام يصيرون 206. الناس يقول وين راحت العظام؟ طبعا هي تلتحم مع بعض. تلتحم. عشان نعرف الفرق بين هيكل عظم الرجل والمراه يكون من عن طريق عظمه الحوض فقط، هي اللي تبين. باقي العظام كلها نفس الشيء. نعم. هذا بشكل عام. يعطيك العافيه، وخلينا الحين نكمل جولتنا بعد في هالمكان هذا. الله يعافيك. نمشي؟ توكل على الله. اخوي علي، الحين ننتقل حق هذا الجهاز، اشرح لنا هذا الجهاز وشو يركز عليه بالضبط في جسم الانسان. تمام، هذا الجهاز حكي عن العضلات. العضلات فيها نوعين من الألياف، سريعة انقباض وبطيئة انقباض. الألياف مع بعض، واحدة حق التحمل واحدة حق الاستمرارية. بهذه المطرقة ترفعها وتنزلها كثر ما تقدر بقوتك، ويبين لنا قوة العضلة عندك. نجرب؟ نبي نسمع الجرس. المطرقة اللي منيت فيها قبل. يلا خلينا نجرب الحين، خلينا نشوف كم الرقم اللي بعيبه. أطق الجرس ولا لا؟ طق إن شاء الله. إن شاء الله. 200. مبروك. الله يبارك فيك. مرشدنا اليوم مستمتعين معكم الجولة، جينا الحين حق الجهاز هذا، ومن الصورة هذا المخ اللي هو الجهاز العصبي، صح؟ عدل. وأنا قاعد أشوف إنه فيه يعني لعبة ممتعة، يمكن يقدرون يشتركون فيها أربعة. عدل. ما أنه هو أيضا مفيد وتعليمي أيضا ممتع، اشرح لنا عنه. تمام، طبعا هاي الجهاز تحكي عن الجهاز العصبي. الجهاز العصبي فيه أكثر من 100 مليار خلية. إن شاء الله. وهالخلايا هي المسؤولة عن إرسال رسائل إلى أنحاء جسمنا كلها. هذه اللعبة فيها ألوان، وكل واحد يختار اللون اللي يدش داخل المخ أول. حلو. اللي يمنع نقاط أكثر يكون هو الفائز. تمام، يعني يبي لها تركيز اللعبة هذه. فأنا راح أتحدى الحين أخونا ومرشد علي، ونشوف من راح يفوز. نبلش. بلش تحدي. اشتغل الجهاز. يلا. أخوي علي، السكشن هذا والقسم هذا اللي متواجدين فيه، المجسمات الموجودة مبين لنا، هذه العين هناك، الأذون، كل هالحواس الخمس. عدل الكلام. اشرح لنا عنها. تمام، عندنا هنا أول حاسة اللي هي حاسة العين. نعم. أو حاسة النظر تسمى، بس نحتاج العين عشان نشوف فيها. جميع أجزاء العين موجودة مذكورة داخل العين من وراء، وراح نعرف كل أجزائها القرنية والقزحية والشبكية كلها مذكورة. تمام. عقب النظر عندنا حاسة السمع طبعًا. حاسة السمع أيضًا مهمة. من غيرها ما يقدر نعرف شنو حوالينا. الناس عبالها مرات تكون السمع بس عن طريق الطبقة الخارجية، ولكن هي حتى الأجزاء الداخلية من الطبلة والقواقع أيضا مهمة عشان نسمع كل شيء. ونفس الشيء هم بعد في تست تقدر واحد يجرب. صحيح، في تست هني يقدر الإنسان يجرب وتشب اللتات، حركة العين شلون تمشي، النظر عفوا. هاي من بعد تعليمي حتى حق اليهال. أكيد الكل راح يستفيد إن شاء الله. الحاسة الثالثة حاسة اللمس. في حتى تشوف الفرق بين الحار والبارد.
اللي بالنص شنو هذه؟ هذا المكان الدافي. أوكي. عقب فتره من الزمن تحط ايدك كذي تحطها بالنص راح تشوف انها تقلبت عليك، الحار صار بارد والبارد صار حار، تقدر تميز. صحيح. وهذا السبب يكون عن طريق ارهاق الاعصاب، ترهقها لمده طويله. عندنا الحاسه الرابعه حاسه الشم، مهمه جدا، الناس تحب تحط عطر غيره، وحاسه الشم لها علاقه بالذكريات، لان صحيح لأن صحيح لان بالمخ حاسه الشم اقرب من النظر. اول شيء بالذكريات حق الانسان عن طريق حاسه الشم. صحيح. اخر حاسه التذوق طبعا، وهي اللي تكون باللسان طبعا. الانسان فيه اعصاب هم، وكل عصب يوصل طعم معين من المخ للسم. شنو الموجود هنا على الشاشه هذه؟ هنا في خلايا مختلفه، كل خليه لها علاقه بشغله. عندك الاعصاب توصل رساله، عندك الخليه الجلديه اللي هي بس حق الجلد، طبقه جلديه. شلون تميز الطعم؟ اي عن طريق خليه اسمها حليمه التذوق. اوكي. هي اللي تدز رساله حق المخ، تقول حق المخ هذا طعمه تفاح مثلا او موز. ممتاز. إيه نعم. قسم وايد صراحه ثري بالمعلومات ووايد حلو. اي نعم، الحواس الخمس مهمه وان شاء الله نحتاجها في كل يوم ان شاء الله. الحين ننتقل حق قسم ثاني. حياك الله، تفضل. حين أخونا علي أنا حق منطقة أو قسم يمكن المكان هذا سبب أزمة عالمية، منها اللي هي طبعاً منطقة الفيروسات والجراثيم. اشرح لنا عن هذه المنطقة، وإحنا حالياً أمام الشاشات هذه شنو تعني هذه الشاشات؟ تمام، إحنا حالياً المنطقة اسمها الدفاعات الطبيعية. نعم. وتتكون من الجراثيم، هي الأساس بهالموضوع. الجراثيم هو اسم العود. تحت الجراثيم في خمس مصطلحات يعني. علمية. نعم. اللي هي البكتيريا مثل ما تشوف البكتيريا. عندنا هني بعد الفيروسات. أي. وعندنا البروتوزوا أو الأوليات اسمها، والفطريات، وأخيرا مسببات الحساسية. نعم. على كل واحد منهم في أمثلة عندنا هني. هذا نأخذ مثال هني على الأوليات. نعم. بالأوليات هني يوريك وين مكان تواجدها وشنو ممكن تسوي لنا بشكل عام يعني، ولا بجسم الإنسان؟ بشكل عام أيضا وبجسم الإنسان. أي. هني ورينا مثلا أنواع الحيوانات اللي ممكن تسبب لنا حساسية، وهذا حد هني عن القط شنو أنواع الحساسية اللي ممكن يسببها حق جسم الإنسان. عندنا بعد على مثل ما قلنا عن كل واحد مثال، بس بعدين ننتقل حق المنطقة الثانية اللي هي مكان تواجد الجراثيم. هذه الصورة هني تمثل لنا إيد طفل كان قاعد يلعب بالتراب عليها جراثيم. عقب ما حللوها شوف أماكن تواجد الجراثيم اللي باللون الأخضر. اللي باللون الأخضر. نعم صحيح. نعم. ما شاء الله تشوف وايد. فموجودة في كل مكان جراثيم، بس مو كلها ضارة ولا كلها نافعة، بين البينين. نعم. شو ممكن تنتشر؟ عن طريق العطاس، عندنا عطاس ينتشر بشكل عام، عن طريق اللمس، عن طريق الدم ممكن ينتشر. نعم. شو ننظفها؟ عن طريق الصابون. الصابون مكافحة يعني. مكافحة. نعم. اي نعم، بس غسل يدك من فترة وفترة. حلو. راح تكون امورك طيبة. الحين نقدر ناخذ على كل واحدة منهم مثال واحد واحد، ايش رايكم؟ يلا. ننتقل. البكتيريا، هذه شاشات تعرض لنا يمكن اتوقع انواع البكتيريا، احنا واقفين يمكن عند نوع من انواع البكتيريا. عدل فن علي. عدل. تكلمنا عنها بشكل اكثر. تمام، هذا المعروض حكى عن البكتيريا بشكل عام. نعم. وعندنا ثلاث امثله من البكتيريا موجوده، في منها الضار ومنها النافع. احنا واقفين عند العقديه الرؤويه. نوع من انواع البكتيريا. طبعاً. اي. هذا اسمها العلمي. نقدر اشوفها من خلال العدسه. تقدر تشوفها من خلال العدسه هني طبعا. هذه شو تسوي لنا؟ تسبب لنا التهاب بالرئه بحاشتنا. شو ممكن نقاومها؟ ناخذ اللي هم مضادات الحيويه يعطينا اياها الدكتور. شيء مهم ناخذ المضادات الحيويه ونكملها كلها. الناس تسال ليش يعني؟ انا انت لما تاخذ ست يعطيك مثلا ست حبات تاخذ ثلاثه تحس نفسك صرت زين، فما تبي تكمل مره ثانيه عن الادويه. بس لازم تكملهم كلهم، لان راح يظل بكتيريا صغيره داخل جسمك ما ماتت. هذه انواع من انواع المضادات الحيويه. بالضبط، كل انواع المضادات الحيويه. نعم. فاذا ظل بكتيريا داخل جسمنا ما ماتت راح تتعلم على الدواء وتصير قويه، في المره الجايه ما يقدر الدواء يذبحها. فمهم ان نكمل الدواء كامل. حلو. نودنا الحين يعني نكمل الحين في المكان هذا عن اهم شيء صار طبعا بالعالم، هو الفيروس كورونا. طبعا. موجود هنا صح؟ عندنا مثال. يلا ننتقل حقه. نكمل. أخونا علي الحين وصلنا حق الفيروس، فيروس كورونا.
هذا الفيروس اللي طبعا سبب أزمة عالمية. اشرح لنا عنه وشنو الأنواع الموجودة هنا في المركز؟ هنا عندنا هذا معروف حكى عن الفيروسات بشكل عام، وفي كل شاشة حوريك شنو أنواع الفيروسات الموجودة. نعم. المشكلة بالفيروسات مو مثل البكتيريا تقاومها بالمضادات الحيوية. الفيروس يدش داخل الخلية ويتكاثر عن طريق الخلايا الموجودة بجسمي، فيحتاج له لقاح غير عن المضادات الحيوية. نعم. فهذه مشكلة مع الفيروسات شوية. حلو. ننتقل الحين حق الشاشة اللي هنين، أبي نعرف أيضا معلومات أكثر عن الفيروس هذا أو أنواع الفيروسات. أول ما تستخدم الشاشة في اللغة العربية والإنجليزية تختار اللي يناسبك، اللغة تناسب أي شخص، يوريك في فيروسات نافعة وفي فيروسات ضارة وشنو هو الفيروس بشكل عام. نعم. هذا الشرح يفهم أي شخص يقدر يشوفه هني ويتعلم أكثر عن الفيروسات. حلو تمام. أنا قاعد أشوف المجسم اللي فوق، ودي أخذ صورة سيلفي معه. نعم فعليك تفضل. متواصلين معاكم أكيد في منطقة الدفاعات الطبيعية مع أخونا المرشد علي العيسى. أخوي علي، الحين خلصنا من البكتيريا وأيضا الفيروسات. صحيح. المكان اللي احنا موجودين فيه عنده هذا شنو؟ هذه المنطقة عن تتكلم عن البروتوزوا أو الأوليات اسمها. زين. مكان تواجدهم دائما يكون عند أماكن فيها المياه والطحالب. جراثيم تعتبر بين. طبيعي كلهم جراثيم كان سولف عنهم صحيح. وهم هنا هم نفس ما شفنا في شاشات تيجي تختار اللغة اللي تبيها وراح تتعلم كل شيء عن البروتوزوا بهذه المنطقة. كل معلومات صحيح. ممتاز. عندنا بعد شغلة ثانية اللي هي طفيليات فطريات. أوكي. عفوا فطريات. الفطريات هم منها المفيد ومنها النافع والضار. المفيد اللي هو نستخدمه ونشوفه اللي بالخبز والطحين لما يتكاثر عن طريق الفطريات، هم نفس الشيء الشاشات موجودة. وبالفاكهة بعد قاعد طالع فيه الفاكهة تطلع فيها فطريات الضارة طبعا تكون هي تخرب الفاكهة. وعندنا آخر شيء اللي شوي الناس ما تدري هي جراثيم أو مو جراثيم، أنا مو مصنع، هي مسببات الحساسية. تفرق عن الحساسية لأول شيء؟ هي نفسها، هذه الشرح عن اللي هناك. عن اللي هناك. هني شرح مفصل أكثر. الشاشات موجودة تشرح. مسببات الحساسية تكون مو ضارة عادة، بس الجسم مو فاهم إن هي بس مسبب حساسية، فيتيني حكة أو احمرار أو أشياء اللي تصير. وخاصة تكون موجودة بالحيوانات مع البشر عادة. صحيح. هذا بشكل عام عن الجراثيم. حلو. يعني خلصنا من منطقة الحين دفاعات الطبيعية. إيه نعم خلاص. بعد أتوقع يمكن. راح ننتقل حق قسم آخر الحين في هذا المكان. صحيح إن شاء الله. إيه. يلا. حياك الله. حياك. وصلنا الحين معاكم في جولتنا في مركز عبد الله السالم الثقافي، وبالتحديد في متحف العلوم والتكنولوجيا في هذا المكان، وهذا المكان اللي هو قاعة السينما. هذه السينما مو سينما عادية، هي سينما 4D. راح يشرح لنا عنها أكثر أخونا المرشد علي العيسى. علي كلمنا عن السينما هذه. حياكم الله. الله يحييك. السينما عبارة عن رحلة داخل جسم الإنسان. روبوت صغير اسمه كاشف. يكسر فيك داخل جسم الإنسان عن طريق السينما طبعاً. نعم. أول ما يدشون الزوار هني في نظارات هني، هاي نظارات تكون نظيفة. عشان الفيلم 4D فلازم يلبسون نظارة. فيلم 4D فلازم نظارة. نعم. هاي النظارات تكون نظيفة يخلصون نستخدمها ونحط هذا المكان المستخدم أساس ننظفها بعدين. تمام ممتاز، يعني تحصل على هالشيء هذا. إيه نعم. خلينا ندش داخل ونشوف شنو في السينما. حياك. تعالوا معنا. السينما 4D ها؟ هذه النظارات طبعا كانت تتحرك عدل؟ عدل صحيح. علشان الفيلم. شو نوعية الأفلام اللي تعرضونها هنا بالسينما؟ حاليا عندنا فيلم يتحكى عن مغامرة داخل جسم الإنسان بشكل عام. نعم. كاشف موجود راح ياخذ نظرة داخل. يعني يصير في أبديت حق الأفلام تتغير بين إن شاء الله بإذن الله راح نحاول نشتغل على الشغلة أكيد. تغيير مهم وعلى أساس نتعلمون في ساعة شغلة جديدة. صحيح. هذا مكان تعليمي وتثقيفي وأيضا يعني الواحد يستمتع في هذا المكان. احنا الحين راح ناخذ تجربة وبنشوف الفيلم الحين راح ينعرض في تجربة الـ4D. في مركز عبد الله السالم الثقافي. شوي وراجع لكم، خلكم معنا. ننتقل الحين معاكم الى قسم اخر في متحف العلوم والتكنولوجيا. اخونا علي احنا وين في بالجوله هذه والمكان هذا؟ تمام، احنا الحين بالدور الاول في الجسر، اسم القسم اراء واخبار العلوم. بهذا القسم عندنا منتج كويتي وايد مهم، وايد صراحة نفتخر فيه. شرح لنا عنه أكثر. تمام، هذا المنتج اسمه إيبوتس. أي نعم. الفكرة منه إن نقدر إحنا نبرمج أي شغلات نحتاج نبرمجها مثل أطراف صناعية مثلاً، أو نبرمج السيارات، أو نبرمج
اي برمجه ممكن نستخدمها بحياتنا. هذه صناعيه صح؟ هذه اطراف صناعيه تتبرمج تتحكم فيها عن طريق البرمجه. عندنا مثال ثاني هنا عندنا سياره. هذه السياره ممكن تتحكم فيها تحط فيها سنسر ما تدعم مثلا الطوف توقف وهذه هي وحده التحكم الاساسيه بهذا المنتج. المباراه اختراع كويتيه منتج كويتي كله صناعته كويتيه فشيء صراحة يرفع الرأس يعني. أكيد ونفتخر بهالشيء هذا. خلينا ننتقل الحين بعد بجولتنا في هذا الجسر نروح قسم ثاني. حياك الله. تفضل. أخونا علي العيسى الحين إحنا موجودين في أي قسم من أقسام متحف العلوم والتكنولوجيا قاعد أشوف شكل الكتب كأنه مسلم ولولبه شكلهم وايد حلو. صحيح. شنو يمثل هذا النموذج؟ إحنا في قسم اسمه البلو برنت. هني هيئة الإنسان تتكون طبعاً. نعم. هذا شكل الدي إن إيه بشكل عام. هذه الكتب الموجودة 150 كتاب. هذه مجموعة الكتب كلها تمثل دي ان اي واحد والمعلومات اللي داخله. فتخيلوا كمية المعلومات الموجودة داخل الدي ان اي. طبعا دي ان اي مهمته يعني وايد كبيرة بناء الجسم واهم من اهم الاشياء اللي بالدي ان اي اللي هي مثلا الوراثة ناخذها من امنا وابونا. البصمة الوراثية اهم بعد. البصمة الوراثية اللي تصير بالايد. فهذا مثال هنا عن اشكال عن العين. شو ممكن يكون لون عيونك مع الام والابو يصير في مزج بينهم. نعم. فالدي ان اي يمثل شكلي لون عيوني طولي حتى مرات مثلا في ناس بسرعه يعضل في ناس لا يطول على ما تاخذ طلع عضلاته فهذا حسب جيناته. نعم. هني هذا المجسم اول اكتشاف كان حق الدي ان اي وهذا الشكل الاولي له. فهذا المجسم يشرح الدي ان اي بشكل عام. حلو حلو تمام يعطيك العافيه وننتقل الحين قسم ثاني. الله يعافيك فك على الله. حياك. ننتقل الحين معاكم الى قسم غريب شوي اللي هي القبه. مثل ما انتم شايفين راح يشرح لنا عنها اكثر اخونا علي العيسى. علي كلمنا عن هذه القبه وشنو فيها. تمام. هذه القبه تتحكي عن مراحل نمو الطفل بدايه من اول ما الجنين يبلش يدش في جسم المراه الين يكون طفل كامل وجاهز للولاده. طبعا مراحل يعني تكوين الجنين مراحل تكوين الجنين. اي نعم. فهني عندنا اول مرحله تبين معنا عندنا بالاسابيع فترات معينه تبين حق كل حق الزوار كل مرحله شنو ممكن يصير فيها. حلو. هذه اول 8 اسابيع تشوف الحجم حتى حجمه وايد صغير راح يكون اللي هو الجنين. نعم. بعد فتره من الاسابيع 14 اسبوع هنا اصلا حتى يبين الشعر يطلع بفروه راس الجنين. حلو. وبعدها 20 اسبوع هنا ملامح اخرى حتى شفايف شكل عيونه الخشم هم تكون واضحه اكثر. 26 اسبوع اصلا يبلش حتى عنده نمو البصر حتى ممكن يقدر يشوف يعني الطفل. نعم. هني اشعه الشمس لا تاثر عليه طبعا. 32 اسبوع يكون تقريبا مكتمل يعني جهاز العصب الرئتين تكون كلها جاهزه وعقب هالمرحله تقريبا يكون الطفل جاهز للولاده. نعم. ويعيش حياه سعيده ان شاء الله. اكيد. مثل ما انتم شايفين معانا مراحل نمو وتكوين الجنين. الحين راح ننتقل معاكم في قسم ثاني خليكم معانا. أنا علي العيسى احنا الحين امام مجسم او شكل شكله كنا زحلاقيه صح؟ صح. يعني اشوف انا هني في زحلاقيه بس شنو تعني هذه الزحلاقيه؟ لها مغزى صح؟ صحيح. هذا الشكل الموجود ورانا شكل الدي ان اي داخل جسمنا. نعم. فهي زحلاقيه منها يستانسون الزوار ومنها معلومات تستفيد منها طبعا. ممتاز ممتاز. كذي مشاهدينا راح نختم جولتنا في متحف العلوم والتكنولوجيا في مركز عبد الله السالم الثقافي. احب اشكر اخونا علي العيسى اللي طبعا كان مرشد معاي ورافقني معاكم في جولتنا في هذا المتحف متحف العلوم والتكنولوجيا في مركز عبد الله السالم الثقافي. كل الشكر لك ويعطيك العافيه ما قصرت. الله يعطيكم العافيه. انتم مشكورين. اتمنى كنا خفاف عليكم ومعلومات خفيفه وبسيطه ان شاء الله. ما قصرت. تسلم. الله يسلمك. نطلنا مشاهدينا ومتابعينا ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الوقت وايضا مع حلقه جديده ورحله جديده من برنامجكم رحله. والحين انا بنزل من زحلاقي يا خوي. مع السلامه. صراحة كانت تجربة حلوة وأنا استمتعت في اللحظات هذه وأيضا في متحف العلوم والتكنولوجيا في مركز عبد الله السالم الثقافي. وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا لهذا الأسبوع. كل الشكر حق أخوي علي العيسى لأنه رافقني معاكم في جولتنا في هذا المتحف. يعطيك ألف عافية وما قصرت. الله يعافيك إن شاء الله. أتمنى كنا خفاف عليكم. أتمنى المعلومات كانت بسيطة وحلوة إن شاء الله. بالعكس كانت جولة وايد ممتعة. شكرا لك وشكرا لكم أيضا متابعينا. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي مع حلقة جديدة ومكان جديد من برنامج رحلة. قبل لا أختم تسمح لي أخوي علي أخذ معك سيلفي؟ طبعا أكيد. يلا.